السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خبر الموسم. يا جماعة زي ما بقول لكم كده، خبر الموسم زواجفي في عبده طالعة لابسة فستان أبيض وطايحة، وطالعة تقول إن هي صغيرة وإن هي هتتجوز. كمان أتكلم معاكم النهاردة في فضيحة الفنان سعد الصغير. المرة دي بقى مش مع الرقاصة بلانتي، لا المرة دي مع الرقاصة شمس. شمس يا جماعة طالعة تقول ان هو كان بيصورها عريانة. لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة اللي حصل، من امبارح للنهاردة فيديو نازل عن الفنانة فيفي عبده وهي لابسة فستان ابيض وطرحة وطالعة تعلن جوازها. طب يعني انا مش عارفة اقول ايه والله. واحدة معدية السن زي دي وطالعه تقول انا هتجوز. عارفين يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، بس ان لم تستحي فافعل ما شئت. هقول لكم بس شويه تفاصيل وبعد كده هقول لكم ايه الموضوع بالظبط، وهتندهشوا من عدد ازواج الفنانه فيفي عبده اتجوزت كذا مره. بصوا يا جماعه هقول لكم الاول شويه تفاصيل. فيفي عبده رقاصه شرقيه وممثله مصريه، عندها بالظبط هي من مواليد 26 ابريل 1953، عندها بالظبط 69 سنة، من القاهرة، زوجها الحالي محمد الديراوي، عندها من الاولاد عزة مجاهد وهنادي محمد. هقول لكم بقى السيرة الذاتية بتاعتها. ولدت لأب يعمل ظابط يا جماعة، ابوها ظابط، رفض والدها دخول عالم الفن والرقص فهربت مع خالها هو اللي هربها يعني وشغلها رقاصة. تزوجت من رجل أعمال وأنجبت ابنتها الكبرى عزة التي دخلت التمثيل، وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات. اسمعوا بقى أو عدوا معايا كده لو نفسكم طويل وشوفوا هي اتجوزت كم مرة. بصوا يا جماعة بيقول لك تزوجت الرقاصة المصرية فيفي عبده من 7 أفراد، أولها عام 1970 اتجوزت من الفنان السوري موفق بهجت. بعد زواجها منه سافر موفق بهجت الى لبنان والقي القبض عليه هناك في قضية مخدرات مشهورة، حيث سجن وطلبت الطلاق منه. بعد كده تزوجت من عالم رياضيات كان قاضيا ورجلا بديلا في نادي هليوبلس، ثم انفصلت عنه للزواج من عازف الجيتار الشهير في السبعينات عمر خورشيد، الذي كان في نفس الوقت مرتبطا بملكة جمال الكون اللي هي جورجينا ريز، وعندما تم تأكيد العلاقة انفصلت عنه. وبعد كده اتجوزت من محمود قابيل التي كان زوجها الرابع ولم يدم طويلا، وبعد كده اتجوزت من الفنان حسين فهمي. وبعد كده اخر زوج ليها اللي قلت لكم عليه اللي اسمه محمد الديروي اللي هو فلسطيني، مش عارفه انا بنطق اسمه صح ولا غلط. طلعت بقى عملت فيديو على الانستجرام لابسه فستان ابيض وطرحه وطالعه تعلن ان هي بتتجوز، او ان هي طلعت وقالت ايه. طلعت لابسه فستان فرح وحاطه على وشها 50,000 فلتر، زي ما بقول لكم كده 50,000 فلتر، وطالعه تقول للناس على فكره انا صغيره وحلوه ويا ريت اللي بيصوروني يطلعوني حلوه زي ما انا بطلع دلوقتي، انتوا بتصوروني بطريقه غلط، انا حلوه وزي القمر وبصوا كده شكلي عامل ازاي، وانا هتجوز وهتجوز شاب صغير لان انا لسه صغيره. وربنا يا جماعه ما عارفه اعلق اقول ايه، اقول ايه على واحده على فكره السن اللي انا قلت لكم دلوقتي ده مش سنها الحقيقي، ده هي زياده عن كده بس بتكابر، عايزه تطلع طول حياتها تقول للناس ان هي لسه صغيره. طبعا الجواز ولا هو عيب ولا هو حرام، لكن لما بقى في سن زي ده يبقى مهزقه لابسه فستان ابيض وطرحه وطالعه تقول للناس انا على فكره صغيره، بصوا كده انا مصوره نفسي ازاي، على فكره انتوا بتصوروني بطريقه غلط عشان كده بتطلعوني شكل كبير في السن. ايه اللي شكل كبير في السن؟ انت عندك حاجه و70 مستنيه ايه ان انت تطلعي في الصور ايه؟ نونو لسه بيبي صغيره، دي واحده كبيره في السن يا جماعه، وايه متحطه 50,000 فلتر في الفيديو اللي نزلته عشان تبين ان هي صغيره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هسيب لكم الصورة في الصورة المصغرة بتاعت الفيديو، ورأيكم يا جماعة في الفنانات اللي كل يوم، ايش نادية الجندي، ايش الفنانات الكبيرة اللي معدية السن طالعة تتجوز وبتجوزوا من شباب أصغر منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع الثاني موضوع فضيحة سعد الصغير. المرة اللي فاتت كانت مع الرقاصة باللانسي اللي طلع وقال ان هو مسكها بتكلم واحد، وهي طلعت قالت ان هو بيصورها وهي نايمه، وفضحوا بعض بمعنى فضحوا بعض. دلوقتي طالعه الرقاصه شمس وفضحته بمعنى فضحته، طالعه تقول ايه على الفنان الشعبي سعد الصغير. بصوا يا جماعه بجد والله العظيم يا جماعه، الناس دي لا حول ولا قوه الا بالله، عيشتهم غير عيشتنا، حياتهم غير حياتنا، وما ينفعش اللي هم بيعملوه احنا نعمله، لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لك نهارة الرقاصة شمس طليت الفنان سعد الصغير أثناء الحديث عنه، وقالت إيه؟ إن هو كان بيصورها أثناء نومها وهي مجردة من ملابسها، وقالت الرقاصة شمس صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير ومش عارفة سعد الصغير عايز مني إيه؟ وقال لي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني، هو كان هنا في البلد اللي انا عايشة فيها من اسبوعين وكان عايزني اروح مع السفارة وارجع له، وقال لي هعمل فيكي اللي انا عايزه، مش عارفة بتعمل معايا كده ليه ولا عايز مني ايه، انت عندك بنت خاف عليها وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. كمان قالت معرفش ليه سعد الصغير عمل معايا كده، كنت حامل في الشهر السابع وعشر ايام وما كانش في اي حاجة او مشكلة وما كنتش عايزه اخلف منه، وقال لي قبل كده ما تنزليش الطفل ده، وبعد كده غير رايه. وبعد كده بتقول ان الفنان سعد الصغير اصر على اجهاضها، بعدها بفتره جاب لي بلطجيه ودخل عليا البيت من 12 الظهر وفضل يكلم الدكاتره ويضربني، والدكتور قال لي مش هينفع تعملي العمليه لان الجنين عمره 7 شهور. راح سعد الصغير قال للدكتور انت هتعملها يعني هتعملها، والدكتور قال لي هعمل لك العمليه واجهض. كل يوم ما وراناش غير سعد الصغير وفضايحه مع الرقصات. ما هو كان متجوز على فكره يا جماعه الرقصه شمس دي من فتره قبل برلانتي، وبعد كده اتجوز برلانتي، فطلعت تعمل فيديو بتستغيث وبتقول الحقوني عايز يرجع لي بالعافيه، وبيقول لي لو كنت تقدري تعملي حاجه اولاني كنت عملتي تاني. ما مش عارفه في ايه يا جماعه والله، كل يوم ما وراناش غير فضايح سعد الصغير والرقصات اللي كان بيتجوزها. اتجوز على مراته وام اولاده شمس وبلانتي واربعه تانيين رقصات، بس دول كانوا عرفي محدش يعرف عنهم حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. وسط كله ما يعلم به ربنا. ولو تلاحظوا كده كمان رقصة باللانتي لما طلعت كانت بتهاجم سعد الصغير، قالت ان هو صورها وهي مجردة من ملابسها، نفس الكلام اللي قالته الرقصة شمس طلعت وقالت ان هو فعلا كان بيصورها وهي مجردة من ملابسها. شفتوا يا جماعة يعني، علقوا انتوا بقى، علقوا انتوا، لا حول ولا قوة الا بالله.